السلام عليكم، معكم الدكتور حسام كوكب، دكتور الأمراض العصبية والنفسية. النهاردة جايين نتكلم مع بعض في موضوع مهم، وهو مضاعفات الفصام. يعني لو إن مريض الفصام بدأت تظهر عليه الأعراض وإحنا معالجناهوش، إيه اللي ممكن يحصل؟ الفصام له مضاعفات، مضاعفات خطيرة، أكبرها على الإطلاق اللي هو التفكير في الانتحار ومحاولات الانتحار، واللي احنا قلنا قبل كده إنها بتمثل حوالي 5%، وقلنا إن أغلب مرضى الفصاميين بيموتوا منتحرين، سواء كان بالشنق أو سواء كان بالتسمم، عن طريق الأدوية اللي بياخدوها أو عن طريق المبيدات الحشرية، أو بيموتوا باستخدام الأسلحة النارية، أو بيموتوا إن هم يلقوا بأنفسهم من أدوار عليا أو قدام عربية أو قدام أتوبيس أو قدام قطر. ودي يمكن أكتر الحالات اللي هي بيموت بيها المريض الفصام. وكمان هنتكلم، قلنا إن عمر المريض الفصامي دايما بيبقى أقل من العمر العام بتاع الناس العاديين بحوالي من 10 لـ25 سنة. طيب بس الانتحار؟ لا، كمان الأزل نفسه. المريض الفصامي ممكن يأذي نفسه، إنه هو يقطع جزء من جسمه، يعور نفسه بالموس، إنه ممكن يشرب مواد غريبة، يبلع فلوس، ممكن يبلع قطع معدنية، يعني ممكن يأذي بنفسه بأشكال مختلفة. طب بس كده؟ لا، ده كمان المريض الفصامي ممكن يتعرض لمشاكل قانونية كبيرة ومالية، وخصوصا ان المريض الفصامي زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو بيبدأ تتأثر الحياة بتاعته. لو كان معاه ثروة بيفقدها، ما بيقدرش يكمل في العمل ويستمر فيه طول ما هو مريض، لأنه بيعمل مشاكل كتير في شغله. فغالبيتهم لإما بيسيب الشغل وبيمشي، أو إن صاحب العمل بيمشيه، فبالتالي بيبقى عنده مشاكل مادية كبيرة، ما بيقدرش يصرف على أسرته. فبالتالي غالبا الأسرة بتبدأ إما تتكفل بيه، أو لو الأسرة ما عندهاش قدرة بده بيبدأ العيان يستلف ويدان، وبالتالي بيخش في مشاكل قانونية سواء مالية أو غير مالية. طيب أحيانا المريض الفصامي بيبقى أجيتيتد، سائر هايج، وده ممكن يخليه يرتكب مشاكل كبيرة مع ناس، سواء كانوا جيرانه أو سواء كانوا شغالين معاه في الشغل أو سواء ناس ما يعرفهمش، وممكن أحيانا بتوصل للجسم وبتوصل للشرطة، وتبقى مشاكل كبيرة بالنسبة للمريض الفصامي. المريض الفصامي بيتدهور على المستوى الاجتماعي، سواء لإما بالعزلة، يبدأ ينعزل شوية بشوية ويقعد في البيت ومش عايز يقابل حد ومش عايز يشوف حد ومش عايز يشارك في أي حاجة، فبيبدأ تنقطع علاقته الاجتماعية تقريبا بأصدقائه بأقربائه بأصحابه، ويبدأ إن هو أغلب حياته منعزل. المريض الفصامي ممكن تنتابه، وتبقى من ضمن المضاعفات بتاعته إن هو يتعرض لفترة من الاكتئاب، وخصوصا بتيجي في فترة من فترات العلاج، إن العيان بعد ما بيخف شوية بيبدأ يصاب بالاكتئاب، ويشعر إنه مخنوق ومتضايق ومش عارف ياخد نفسه، وحزين وملوش نفس ياكل. وفي بعضهم ممكن بعد ما بيخف تظهر عليه علامات الوسواس القهري، وخصوصا لو كان بداية الفصام وسواس قهري. دي كلها مضاعفات للاكتئاب. المشاكل اللي احنا حكينا عنها كلها بما فيها كمان المشاكل الصحية، سواء كان العيان الفصامي ممكن يتعرض لها، لان في بعض الدراسات بتقول دايما ان الادوية اللي
اللي بياخدها الفصام احيانا بتزود حدوث السكر، وبعض المرضى الفصاميين بتبقى بيجيلهم مشاكل في القلب وبيحصل عندهم تصلب في الشرايين. وغير كده وكده كمان ان المريض الفصامي، وفي نسبة كبيرة من الفصاميين وهم تحت المرض، ممكن يدمن وممكن يشرب مخدرات، وبيبقى عندهم زيادة في شرب السجاير بشكل كبير جدا. يعني لو كان مدخن بيشرب بطريقة شرهة وهو مريض، ولو مكانش بيدخن ممكن يبدأ يدخن وهو في حالة الفصام. كل هذه مضاعفات للفصام. أيوة. طب ازاي نقلل هذه المضاعفات؟ نقلل هذه المضاعفات بالوعي بيها، ان انا اخد بالي من مريض الفصام، واخلي بالي ان المريض الفصام ممكن يحصل له كل هذه المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، فنخلي بالنا منه، وخصوصا ان مريض الفصام ممكن يشفى. ولو حضراتكم سمعتوا فيلم زي بيوتفل مايند وهو بيتكلم عن حياة جون فوربس ناش اللي هو اخذ جايزة نوبل في الاقتصاد، هنعرف ان المريض الفصامي ممكن يرجع في حياته ويرجع طبيعي ويبقى ناجح في حياته. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم، واتمنى اشوفكم في حلقات تانية. السلام عليكم ورحمة الله.